يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله تمام. تغذيتنا اليوم فرع 5 مشيت حي الخالدية، بس الأول بنذكركم فروعنا الرياض، مخرج 29 شارع بلادنا رباح، جدة شارع 60 شمال دوار الفلك، 5 مشيت الخالدية والغروي. بسم الله نبدأ. بالبداية نشوف مع بعض قطعة البركه الجميلة هذه، متوفرة بعدة ألوان، وسعر القطعة 5 ريال و75 هلة. مقاس القطعة الواحدة 50×50 سنتيمتر. وعندنا هنا ورق الحائط متوفر بعدة أشكال وأيضا ألوان، سعر القطعة 5 ريال و75 هللة. والجميل فيه إنك تقدر تركبينه، جدا سهل في التركيب. عندنا هذه الصحون المنقشة، تنفع تكون ديكور حائط أو قاعدة للشموع، سعر القطعة 5 ريال و75 هللة. نشوف مع بعض هنا البوكسات المعدنية بغطاء خشبي، قطعة 5 ريال و75 هللة. هذا الحجم، والحجم الصغير تجي قطعتين ب5 ريال و75 هللة. للحفاظ على النايلون أو السلوفان أو القصدير بشكل نظيف ومرتب، وفرنا لكم هذا المنظم، سعره 5 ريال و75 هللة. ضيافة أنيقة ومميزة، وفرنا لكم هذا الطقم الملاعق، تجي ملعقتين بالحجم الكبير والصغير، وشوكة وسكينة ب5 ريال و75 هللة. في اللون الأبيض واللون الأسود، أيضا في الأزرق. وعندنا هنا حامل ملاعق الغرف، رجع توفر من جديد، سعره 5 ريال و75 هللة. جدا رائع، جنب الفرن او على طاولة الطعام. وعندنا هذه العلاقة العملية، تتركب هذه الطريقة، وسعرها 5 ريال و75 هللة، وما تاخذ حيز في المكان. نشوف مع بعض هنا البوكسات المعدنية بغطاء خشبي، قطعة 5 ريال و75 هللة. هذا الحجم، والحجم الصغير تجي قطعتين ب5 ريال و75 هللة. نشوف مع بعض علاقة الملابس السحرية هذه، اسم على مسمى، تجي 3 حبات ب5 ريال و75 هللة. نفس كذا توفر لك مساحة في المكان، وتحافظ على الأشياء أنها تكون دائما مرتبة.